شدد وزير السياحة على ضرورة تسهيل الظروف أمام المستثمرين في المجال بعيداً عن البيروقراطية. وقدمت وزارة السياحة حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2018 بفندق مازافران بزيرالدا بالجزائر العاصمة بحضور وزير السياحة والمدراء السياحيين لأغلب الولايات الساحلية، حيث تم تقديم الحصيلة السياحية ونسبة المصطافين لكل ولاية. تغطية يونس غماري. أكد مرة أخرى التزامنا والتزام الدولة التزام الدولة من خلال وزارة السياحة على الوقوف بحزم على القيام بقطاع السياحة وإرجاع البريق لهذا القطاع، وهذا من خلال التزامنا بتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وكذلك التزامنا بالتنسيق الحكومي لإنجاح هذا البرنامج. موسم السياحة الصيفية هو موسم يجينا كل سنة، وفي كل سنة فيه تحسن.